الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نستكمل سويا سلسلة تعلم خط الرقعة للألم العادي، ووصلنا للحلقة 16 وحرفنا النهاردة حرف الميم. نشوف مع بعض حرف الميم. بسم الله. حرف الميم في خط الرقعة عبارة عن نقطة عشان نعمل رأس الميم، وأنا نازل بقسم النقطة دي نصين. يعني الحركة التانية أنا بقسم النقطة دي نصين. بنزل كده اهو. طيب الحركة دي كم نقطة؟ نقطة اتنين، والطول نقطة اتنين تلاتة. ماشي. ورأس الميم تاني. نعيد رأس الميم. عايز نعيد رأس الميم الألمين عشان تبان أكتر. نقسمها كده. أنا نجد كده النقطة. وانا نازل كده هقسم النقطة نصين. هقسم النقطة نصين. تبقى النقطة اهي مقسومة، ده نص وده نص. ماشي. والاتجاه بتاعي اتجاه التاني كده اهو. تمام. ده بداية حرف الميم. نكتب بقى حرف الميم. في أوضاعه المختلفة عايز تاني الجزء ده بالقلم الصغير اهو. ادي نقطة وبقسمها كده اهو وبنزل كده اهو. طبعا هنا في درجة ميل شمال شوية. ماشي. وهنا في درجة ميل لتحت، لكن في النهاية بيتحجج عندي الزاوية القايمة هنا اهو. تبقى الميل اللي لتحت بيقابله الميل الشمال. في النهاية بلاقي زاوية قايمة 90 درجة هنا اهو. كأني بدرس هندسة. ده نظام خط الرقعة. طيب عايزين نشوف حرف الميم في كل أوضاعه، في أول الكلمة، في وسط الكلمة، في آخر الكلمة. حرف الميم في أول الكلمة، وليكن هكتب ميم واو. الواو مطموسة، رقبة الواو صغيرة كده، وأنزل بالموزة بتاعتي اللي هي حرف الراء. ديل الواو هو حرف الراء. تمام. طيب أشوف الميم لما تيجي وسطية بعد ألف، بعد لام. اللام اهي، ومن السن ده هو التماس ده تبقى رقيق كده. انزل بالنقطة بتاعتي واقسمها كده هو. ماشي.
كده اهو ماشي. لام ميم تبقى الميم دي بتيجي بعد لام وبعد تبقى عندي هنا الاتجاهات اهي ماشي. دي بتيجي بعد لام او بعد كاف بس كده بس كده. طب ما بقيه الحروف، بقيه الحروف تيجي مع كأني في حرف قبلها كده بتيجي كده. دي بعد باقي الحروف تمام. طيب عايزين نشوف الميم المنتهية اللي بتيجي في آخر الكلمة. كده هو ماشي. الاتجاهات بتاعتنا انا نازل كده كده كده، دي بنسميها منتهية او متطرفة، يعني بتيجي في اخر الكلمة تمام. كده حرف الميم اتضح معانا في اول الكلمة، في وسط الكلمة، في اخر الكلمة الميم وهي مفردة لوحدها. طيب عايزين نكتب بقى بالقلم العادي، عايزين نمسك قلمنا العادي ونكتب. يلا بسم الله. ما أجمل شفت أنا بعلى ليه بقى؟ عشان أستقر على السطر، لأن اللام مش هتنزل عن السطر. ده نظام خط الرقعة، إن مفيش حاجة بتنزل عن السطر إلا حروف كلمة جمعة، النون. ما أجمل أن تسود المودة، بين الناس شايف سين أيوة. فعلا ما أجمل أن تسود المودة والمحبة بين الناس. وبكده تبقى وضحنا حرف الميم وشرحناه بالقلم الكبير وبالقلم الصغير. نكتب كتير، نتدرب كتير علشان ايدينا تطوعنا، علشان اعصاب ايدينا تبقى اقوى وتبقى اجمل، ونصل بالخط بتاعنا الى المستوى الافضل والاجمل. ولا تنسوا دعم القناة، والى لقاء اخر ان شاء الله.